في أول أغسطس 2018 أعلنت أديداس إنهاء عقد رعايتها لمنتخب الاحتلال الأول لكرة القدم. الحركة الأكبر لمقاطعة الاحتلال اعتبرته انتصار بعد حملة طويلة لإجبار أديداس على القرار ده، لكن الاحتلال وأديداس طبعا نفوا إن ده السبب. بس في 12 ديسمبر 2023 أعلنت بوما إنهاء عقد رعايتها لمنتخب الاحتلال الأول لكرة القدم، والحركة الأكبر لمقاطعة الاحتلال اعتبرته انتصار بعد حملة طويلة لإجبار بوما على القرار ده، لكن الاحتلال وبوما طبعا نفوا إن ده السبب. مساء الصمود والتصميم والفداء والملاحم والألم والإيمان، ومساء العجز والعار والخزي والخذلان والعمالة والخيانة، ولكل مساء. سجل رعاة منتخب الاحتلال الأول واتحاده غريب شوية. بدأ ببوما الألمانية في 1985 وحتى 1989، بعدين 3 سنين واقعين من التاريخ، ثم ديادورا ما بين 92 ل 95، ثم أديداس من 96 ل 2018 22 سنة، ثم عادت بوما تاني لست سنوات ما بين 2018 و 2022، يعني من 1985 لحد النهاردة، وباستثناء 3 سنين بس لديادورا في أول التسعينيات، الشركتين الألمانيتين الأشهر بوما وأديداس هما اللي تناوبوا على رعاية قميص المنتخب الأول للاحتلال واتحاده لكرة القدم. لما تحط المعلومة دي جنب اللي نعرفه بالفعل عن تاريخ الشركتين في التعامل مع الاحتلال بشكل عام وما ذكر في حلقة الرعاة وحرية الرأي عن المسألة دي تحديدا، تبتدي تبص المسألة كلها نظرة مختلفة. خلينا نرجع مثلا لأول حركة لمقاطعة أديداس بعد رعايتها لرياضة الاحتلال. الكلام ده كان في 2012، دولة الاحتلال نظمت ماراثون في القدس باعتبارها عاصمتها بالضد طبعا من كل المواثيق والقوانين الدولية، والراعي الوحيد للماراثون ده اللي ما كانش من دولة الاحتلال كان أديداس. ووقتها كان في حركة عربية لمقاطعة أديداس بدأت من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اللي هو بيجمع وزراء الشباب ووزراء الرياضة العرب، وقتها كان بقيادة الأمير السعودي نواف بن فيصل، وتقرر مقاطعة أديداس وإنهاء كل التعاقدات معاه، ومصر كانت من ضمن دول المقاطعة وقتها، رغم إنه إنهاء التعاقد مع أديداس كان هيخسر الاتحاد المصري 1.7 مليون يورو سنويا. لكن رغم كل ده حركة المقاطعة دي لم تتطور لما هو أكبر. ثم في 2018 أكبر حركة لمقاطعة دولة الاحتلال BDS قررت إطلاق حملة للضغط على أديداس ومقاطعتها بسبب رعايتها لمنتخب الاحتلال واتحاده. بس المشكلة أنه في نظر العالم رعاية أديداس لمنتخب الاحتلال واتحاده مش سبب كافي لمقاطعتها. إحنا مثلا شايفين أن الاحتلال هو كل الاحتلال وإنهاؤه هو إنهاء دولة الاحتلال نفسها، لكن طبقا للعالم والقانون الدولي والأمم المتحدة فدولة الاحتلال موجودة ومعترف بها بالفعل على حدود 1967 اللي هي دي دولة الاحتلال، هي كل الأبيض ده، بينما دولتنا هي الضفة الغربية من نهر الأردن اللي هي المساحة اللي في الشرق دي والقدس الشرقية وطبعا القطاع الشهير. فببساطة انك تقول للعالم قطعوا أديداس عشان هي بترعى منتخب دولة غير شرعية أصلا، ده كمان للأسف بقى غير قانوني ومش هيبقى قانوني إلا إذا فرض بالقوة، زي ما الوضع الحالي كده فرض بالقوة وقت إنشاء دولة الاحتلال في 1948. بالتالي حركات المقاطعة سواء كانت BDS أو غيرها محتاجة مبرر غير ده عشان تبقى مقاطعة أديداس مقنعة للعالم، ولأن جرائم الاحتلال كتيرة ومتشعبة ويومية، ومن ضمنها بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وهي طبعا مستوطنات غير قانونية لأنها مبنية على أرض تحت السيادة بتاعت أهلنا طبقا للقانون الدولي. فهو ده كان التبرير الذي سيتقبله العالم واللي متوافق مع القانون الدولي. في نفس الوقت مره تانية بفكرك ان الاحتلال بتاعنا غير الاحتلال بتاعه، وان لما بعض الناس بتتكلم على حدود 67 مش معناها انهم اعترفوا بدوله الاحتلال او انهم فرطوا في باقي الارض، لكن بس لانه في اللحظه الحاليه ونتيجه لضعفنا الدبلوماسي والسياسي وتاثيرنا في العالم بشكل عام وتامر المستعمرين الاوروبيين البيض على اهلنا وبلدنا، احنا فشلنا في اثبات مساحه الاحتلال الكامله قانونا، او بمعنى ادق فشلنا في اقناع العالم بها مش اثباتها. والوضع القائم قائم لانه قائم بس، مش لانه عادل ولا صحيح ولا حتى على حدود 67 ولا حتى على حدود 48. اسمح لي كمان افكرك ان المستوطنات دي او السيتلمنتس اسمها لا يوحي بحقيقتها لا بالعربي ولا بالانجليزي، ده برضو من ضمن المعارك اللغويه اللي اتكلمنا عليها قبل كده. الاستيطان بالعربي معناه استيطان ارض محتله، لكن اصل الفعل وطنة لا يوحي بانه عمل عدائي، بالعكس واحد بيدور على وطن. فاحنا بقينا محتاجين نلاقي مصطلح ولفظة جديدة توصف الفعل ده. بالنسبة للإنجليزي بقى الوضع أسوأ بكتير بالنسبة للفظة زي settlements، لأنه اللفظة دي بتاعت settlements منتقاة بعناية لدعم رواية الاحتلال عن
أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، لأن ساتلمنتس طبقا لتعريف قاموس أكسفورد مثلا هي مكان غير مأهول سابقا في العادة ينشئ فيه الناس مجتمع. التعريف العربي ضعيف المعنى شوية، التعريف الإنجليزي بقى مناقض للحقيقة أصلا. الحقيقة بقى إن المستوطنات دي هي اللي بيحصل لما مجموعة من مخابيل ومعاتيه ومتطرفي الاحتلال يعملوا حملة مسلحة في حماية جيش الاحتلال عشان يزيلوا أهلنا من أرضهم وبيوتهم، ويدخلوا يسرقوا عفشهم وفلوسهم وذهبهم ويسكنوا البيوت والأراضي دي وتبقى بتاعتهم. لو حصلت بين اتنين مواطنين لنفس البلد جريمة، لو حصلت من مواطنين لبلد تجاه مواطنين من بلد تانية فهي جريمة حرب طبقا للقانون الدولي. يعني حتى لو البلدين دول في حالة حرب فهي جريمة برضه. يعني احنا مش المفروض نقول مستوطنين، المفروض نقول مجرمي حرب. ومن وقت توقيع اتفاقية سلام أوسلو في 1993 لحد النهاردة عدد مجرمي الحرب زاد في الضفة الغربية بمقدار 500%. يعني في 1993 كان في حوالي 150 ألف مجرم حرب في الضفة الغربية، النهاردة في 750 ألف مجرم حرب في الضفة الغربية. خد بالك أن الخريطة دي لحد 2010 بس، وحتى لو وقفنا عند 2010 فهتكتشف أن جرائم الحرب في الضفة الغربية خلت مساحة بلد أهلنا الإجمالية تتراجع لأقل من النص ما بين 1993 و2010 بس. يعني في 1993 كان مساحة بلد أهلنا الإجمالية طبقا للقانون الدولي 22% من المساحة الكلية، نتيجة لجرائم الحرب في الضفة الغربية بس بقت 10%. فلما مجرم الحرب دول يستقروا في البيوت والأراضي اللي هم سرقوها بيبدأوا ينشئوا أندية ومجتمعات على الأرض المسروقة، وبالتبعية كل دي جرائم حرب مترتبة على جريمة الحرب الأولى. وهي دي بقى الحجة اللي استخدمتها حركات المقاطعة، انه بما ان هذه الاندية مبنية على ارض مسروقة وفي نفس الوقت هي بتشارك في دوري دولة الاحتلال بموافقة ومباركة اتحاد دولة الاحتلال، بالتالي فرعاية اتحاد دولة الاحتلال هو رعاية لجرائم الحرب. ومن هنا انطلقت حركات المقاطعة، لان لو الحركة نجحت والشركة بحجم اديداس اعلنت عن انهاء او عدم تجديد عقد رعايتها لمنتخب الاحتلال واتحاده فده انتصار طبعا، يدي الناس امل في انتصارات مشابهة في المستقبل. ولما الخبر ينزل وحد يسأل عن السبب ساعتها هيكتشف حجم جرائم الحرب اللي بترتكبها دولة الاحتلال في الضفة الغربية: هدم المدارس، قصف الملاعب، تدمير البنية التحتية بشكل عام، جعل الحياة مستحيلة على اهلنا هناك لتسهيل تهجيرهم وسرقة أرضهم وبيوتهم وممتلكاتهم بعدين. والشيطاني في المسألة دي أن الجرائم بتستمر بعد سرقة الأرض والبيوت والممتلكات كمان، لدرجة أن الأندية والملاعب الجديدة اللي بينشئها الاحتلال على الأرض المسروقة دي بتتعمد تصرف مخلفاتها على الأراضي والملاعب والأندية اللي لسه متسرقتش. ورعاية أديداس أو غيرها لاتحاد الاحتلال ومنتخبه هو ببساطة غسيل لسمعة الاحتلال واعتراف ضمني بشرعية الجرائم دي. ومع شوية ضغط من هنا ومن هناك أوقفت أديداس التعاقد مع اتحاد دولة الاحتلال. السؤال بقى، عرفنا منين ان اديداس اوقفت بسبب الضغط والمقاطعة، مع ان انت قلت قبل الانترو ان هم نفوا ان ده السبب؟ من تناقض الروايات، اديداس اطلقت بيان متناقض مع نفسه وكانها بتحاول ترضي كل الاطراف من غير ما تزعل حد. في جزء من البيان مثلا اديداس بتقول ان القرار لم يكن بدوافع سياسية وانها بتشكر اتحاد الاحتلال على تعاونه وتتمنى له نجاح كبير. في جزء تاني من البيان بقى اديداس بتقول انها بتساند حقوق الانسان وانها اوصلت لفيفا احتياجها للفصل في مسألة اندية مستوطنات الاحتلال بالعودة للقانون الدولي وسياسات فيفا نفسه لحقوق الانسان. يعني اديداس كانت مهتمة في البيان انها تنفي عن نفسها تهمة دعم جرائم الحرب، وفي نفس الوقت مش عايزة تزعل اتحاد ومنتخب الاحتلال بانها تقول صراحة انه بيرتكب جرائم الحرب وبالتالي احنا مش هنرعاه، وده اللي حصل فعلا. اعلام الاحتلال خد الجزء الاول من البيان ونفى ان السبب هو جرائم الحرب او المستوطنات، لانه اصلا زي ما انت عارف مفيش جرائم حرب اصلا، وبالعكس حركات المقاطعة اعتبرته انتصار. وهو فعلا كده، لانه مفيش شركة رياضية في العالم بتنهي عقد رعاية لمنتخب او اتحاد وبتقول بعدها في بيان انهم نهوا العقد ده لانهم مجموعة من مجرم الحرب ونتمنى لهم الفشل والزوال في اسرع وقت. بالتالي الجزء الاول من البيان الاحتلال استشهد بيه هو ديباجة بتتقال في كل المواقف المشابهة حتى لو كان الطرفين مقطعين وش بعض في المحاكم. الجزء الثاني بقى بتاع جرائم الحرب وأندية المستوطنات ورفع المسألة للفيفا هو اللي مش بيتقال في كل المواقف. طيب فيفا عمل ايه بقى؟ ما عملش حاجة طبعا، ده فيفا يعني لو عليهم هياخدوا كام مليون ويقول لك مفيش حاجة اسمها ضفة غربية اصلا. بالمناسبة ده نفس الشيء اللي عمله فيفا في 2016 برضه، لما هيومن رايتس ووتش المنظمة الحقوقية الشهيرة اصدرت تقرير طويل بتوصف فيه جرائم الحرب اللي بتحصل في الضفة الغربية، وبتقول لفيفا تحديدا انه لازم يمنع أندية الاحتلال اللي في الضفة الغربية من المشاركة في البطولات اللي هو معترف بيها، زي مثلا دوري دولة الاحتلال، لان ده مخالف لقوانين فيفا نفسه اللي بتمنع اي نادي محلي من المشاركة في بطولات بلد تانية. وطبقا لنفس القانون اندية الضفة الغربية بما انها في الضفة الغربية فهي ليست اندية تابعة لدولة الاحتلال، بالتالي لا يجب السماح لها بالمشاركة في دوري الاحتلال، زي كده ما حصل مع اندية شبه جزيرة القرم الاوكرانية بعد احتلال روسيا ليها لما منعت من اللعب
في الدوري الروسي، لانه دوليا شبه جزيره قرم ما زالت جزء من اوكرانيا حتى لو كانت محتله، وكذلك الضفه الغربيه جزء من بلد اهلنا حتى لو كانت محتله. بالتالي لما فيفا يقصي هذه الانديه اللي في الضفه الغربيه التابعه للاحتلال، هيبقى بس بيتبع القوانين الخاصه اللي هو بنفسه حطها لنفسه. لكن فيفا رفض طبعا في 2016 قائلا في بيان جمعيته العامه انه يفضل البقاء محايدا تجاه المسائل السياسيه، خاصه ان الضفه الغربيه عليها صراع يا جماعه، والاهلي نادي القرن والزمالك نادي القرن، وكلنا حلوين وامارات وفواكه وحلويات. هيومن رايتس ووتش بقى ردت بانه ما فيش اي جانب سياسي في ان اي منظمه زي فيفا تتبع قوانينها الخاصه اللي هي حطتها لنفسها، وده حقيقي ما فيش سياسه في الموضوع، لان فيفا نفسه من سنتين وقت اندلاع الغزو الروسي لاوكرانيا وقف كل انديه روسيا ومنتخباتها من مشاركه ببطولاته عادي جدا. يعني لو دورت على جذر المساله دي هتلاقي جزء كبير من المشكله ان احنا واهلنا وغيرنا كتير مش بيض كفايه. المهم اديداس انهت التعاقد مع دولة الاحتلال واتحادها ودخلت بوما بعقد 6 سنين من 2018 ل 2024، وخلال الست سنين دول حركات المقاطعة فضلت تدعو لمقاطعة بوما لنفس الأسباب اللي قلناها قبل كده، تحت شعار لا يوجد لعبة عادلة على أرض مسروقة، لأن شعار فيفا للمفارقة يعني هو لعبة عادلة. خير جيد. بس المرة دي بقى كان الحراك الدولي أكبر وأوسع، المتظاهرين بدأوا يروحوا بلافتاتهم وأعلامهم وصور الأطفال وجرائم حرب الاحتلال قدام محلات بوما في أوروبا وأمريكا وغيرها، ويتكلموا مع أي حد داخل يشتري ويعرفوه بالقضية ويغيروا آراء الناس. وانضم للحركة لاعبين سابقين زي أوليجير مدافع برشلونة السابق. وفي 2020 واحد من التقارير قال إن أحد مسؤولي اللجنة القانونية في بوما قال لأحد المتظاهرين أنتم تجعلون حياتنا بائسة. وفي 2021 بدأت بعض الحركات العربية تستجيب هي كمان للمقاطعة، مجموعة شباب قطر ضد التطبيع مثلا بدأت تخاطب أندية قطر وتشجعهم على إنهاء أي تعاقد مع بوما، وفي أندية استجابت زي قطر القطري مثلا. الحركات كمان نظمت يوم دولي لمقاطعة بوما في العالم كله، وكل فترة كانت بتكرره وتحصل فيه نفس المشاهد اللي أنت شفتها دي قدام فروع بوما، وصولا بقى للحظة الحالية لما المتظاهرين وقفوا قدام فروع بوما في يوم التسوق السنوي العالمي المعروف باسم البلاك فرايداي، ونظموا مظاهرات وفعاليات ربطت بين العلامة التجارية وجرائم الحرب المستمرة في الضفة الغربية وفي القطاع الشهير. أصداء الحركة وصلت لجزر المالديف، وبعض شبابها شاركوا فيها رغم أن لا ليهم ناقة ولا جمل في المسألة. نفس الشيء في نيوزيلندا، وقفوا في سلسلة محلات رياضية مشهورة اسمها رابل سبورتس يرفعوا لافتات ويوزعوا صور لجرائم الاحتلال. ومع الوقت انتشرت حملات مقاطعة بوما حتى في شوارع انجلترا، وزادت الفعاليات والوقفات والمظاهرات واللافتات. وفي 12 ديسمبر الجاري اعلنت بوما انها مش هتجدد عقدها مع دولة الاحتلال واتحادها، ونفت ان حركات المقاطعة كانت السبب في ده. وردا على نفس السؤال امال عرفنا منين انه بسبب المقاطعة، هجاوبك نفس الاجابة من تناقض الروايات والقراءة بين السطور واللغة المبطنة اللي استخدمت في التصريحات. بوما اعلنت ان التعاقد هينتهي في 2024. طيب ليه تعلن دلوقتي؟ لان العقد كان فيه شرط يمكن تفعيله بمد التعاقد سنتين اضافيتين لحد 2026، وبوما كانت بتقول من بدري انها مش هتفعل الشرط ده. طيب ايه المشكله في كل ده؟ عادي صح. اللي مش عادي بقى ان اعلام الاحتلال يخوض معركه اعلاميه كبيره عشان يثبت ان بوما مش هي اللي انهت التعاقد، ده هو اللي انهى التعاقد معاه، وراسل موقع دي اثليتيك عشان يقول لهم ان احنا معانا ادله على اننا اصلا مقررين ما نكملش مع بوما من قبل 7 اكتوبر، حتى بصوا ده في ايميلات ما بيننا وما بين وكيل بوما في دولة الاحتلال بنقول فيها الكلام ده، ده نفس وكيل بوما في دولة الاحتلال اللي نزل ستوري على انستجرام بعد الخبر بان بوما انهت التعاقد بيقول فيها انه ده مش قرار بوما، ده قرار دولة الاحتلال، ده وكيل بوما اللي بيقول كده خد بالك، بعدين مسح الستوري دي، بعدين نزل تغريده قال فيها ان بوما هتكمل رعايه فريق مكابي تل ابيب لكره السله، وعبارات بقى زي هننتصر سويا واعلام دولة الاحتلال، وكان ناقص يكتب بوما تدين حماس، كل ده اتمسح. بوما كمان قالت في بيانها ان انهاء التعاقد مع اتحاد دولة الاحتلال هو جزء من سياستنا التسويقيه الجديده بالتركيز على الاقل الاكبر الافضل، الاقل والاكبر والافضل، ده اول مفتاح في القصة دي. لأنه أصلا لو فكرت في الموضوع هتلاقي إن لا بوما ولا أديداس عندهم أي أسباب منطقية عشان يدفعوا فلوس لاتحاد دولة الاحتلال عشان يرعوا فريقه. أولا شعب الاحتلال كلهم ما يكملوش 10 مليون، ثانيا ما بيعرفوش يلعبوا كورة، ثالثا بالتالي ما بيشاركوش في أي بطولة ممكن الناس تشوف فيها القميص بتاعهم والشعار اللي عليه، تالي الشعار اللي على القميص بتاعهم ده مفيش فايدة بترجع على أديداس أو بوما من كونه موجود على القميص بتاعهم. بالإضافة بقى لأني كبوما كل شوية هلاقي 4-5 تنفار واقفين قدام فرع من فروعي رافعين صور مرعبة وبيقولوا للناس إن أنا على إيديا دم وبدعم جرائم الحرب، والربط المستمر بين علامتي التجارية وبين المناظر دي بيضر علامتي التجارية ببساطة. فالناس دي ابتدت توجد سردية
دموية حوالين رعايتي لواحد من المنتخبات اللي هو فعليا ما بيرجعش عليا بأي فايدة. وده يوديك المفتاح التاني في القصة دي. لو حطيت ما قيل في الحلقة دي جنب ما قيل في حلقة الرعاة من شهر، ربما نقدر نستنتج ان كون اديداس وبوما هما الشركتين الوحيدتين تقريبا اللي رعوا منتخب دولة الاحتلال من 1985 لحتى النهاردة، سببه انهم الشركتين الوحيدتين اللي هو يقدر يبتزهم فعليا بسهولة عشان يقبلوا عقد رعاية ما بيرجعش عليهم بأي فايدة وكمان يدفعوا فلوس. ويمكن ده يتضح اكتر لما تحط في اعتبارك تلميح اديداس للمستوطنات في البيان الاول والطريقة العدائية اللي انتهى بيها تعاقد بوما. ده بقى يوديك المفتاح الثالث في القصة دي. مرة تانية، مش كل الشركات الضخمة والمؤسسات الدولية موالية للاحتلال، بعضها محتاج ذريعة بس، محتاج سبب كافي عشان يفك الارتباط النجس ده، سبب يقدر يقول معاه معلش انت كده بتخسرني. وبالتالي احنا زي ما احنا محتاجين ان احنا نكره اللي بيحصل ونقاومه بكل قوة عندنا، محتاجين نفهمه وندرسه ونقرأ عنه كمان. كراهية الظلم والإجرام ضرورية لكن لوحدها مش كفاية. وخليني أختم بالمفتاح الرابع بقى، وهو أهم مفتاح فيه. أنا متأكد أن كتير منكم هم بيسمعوا الحكاية دي كانوا متشككين مترددين مش حاسينها، أنه إيه يعني دعوات للمقاطعة على النت؟ مين أوليجير ده أصلا؟ قطر القطري ده معاه كام شامبيونز ليج؟ مالديف إيه ونيوزيلندا إيه؟ وبعدين يعني هي بوما أو أديداس هتنزعج وتنهي التعاقد من 4-5 تنفار واقفين بيفط قدام الفروع؟ أنا عارف أن ده أكيد جيف بال كتير منكم ومتفهمه، وأنا نفسي كنت أفكر كده برضو زمان، لغاية ما أدركت حاجتين مهمين جدا. اسمح لي أدردش معاك شوية. الأولى هي أن واحدة من أكبر مقاسي الإنسان عموما عبر التاريخ هي عقله. عقل الإنسان فيه عيب فطري اتخلق بيه، والعيب ده هو أن واحدة من أهم القوى اللي بتتحكم في العقل ده، إن ما كانتش أهم قوة بتتحكم فيه فعلا، هي قوة القصور الذاتي، قوة البقاء على ما نحن عليه، ما يسميه علم الفيزياء بالإنرشيا فورس، أي جسم له وزن وعليه جاذبية يبقى مستقر في حالة معينة من الثبات أو الحركة. الحالة دي محتاجة قوة لتغييرها، القوة دي لازم تتفوق على قوة قصوره الذاتي، وهذا المبدأ الفيزيائي يتحول لمبدأ بيولوجي وكيميائي لما ينطبق على عقل ومخ الإنسان الفعلي بقى، خاصة بقى أن قوة القصور الذاتي دي هي أكتر قوة خادعة في الكون كله، مش بس لأنها بتسمح لعقولنا بخدعنا وخداع أرواحنا قدام الأحداث الكبيرة اللي زي دي وتوحلنا أنها إما مش بالخطورة دي ولا تستدعي تضحيات كبيرة هي كمان، لكنها أكتر قوة خادعة في الكون كمان لأنها أقنعتنا أنها مش موجودة أساسا. تصوراتنا إحنا عن القوة محصورة في القوة المكتسبة أو المصنعة، العضلات، السيوف، الصواريخ، قوة تعمل أثر واضح تقدر تشوفه، تكسر عظم، تسفك دم، تهدم بيت. بينما القوة الأكبر من كل ده بكتير هي القوة الساكنة الكامنة اللي ما بتعلنش عن نفسها ولا بتحرك حاجة، بل بالعكس دورها انها تمنع الحركة، تسمح بحدوث المآسي والمصايب اللي زي دي وتكبت رد فعلك الطبيعي تجاهها. من هنا تتفسر كتير من ردود افعال الانسان في الحياة، ليه مثلا عقولنا بتضحك علينا في مواجهة اي مصيبة او مأساة كبيرة ومفاجأة، لو كانت المصيبة او المأساة دي بتتطلب منا رد فعل وقتي وتغيير كبير في حياتي، ليه بيكون رد فعلنا في كتير من الحالات دي هو الانكار او التخفيف؟ مش اسوأ حاجة يعني، لان مخنا بطبيعته محطوط على نظام توفير طاقة طول الوقت، بيحاول يحول كل شيء قدامه لاجزاء اصغر عشان يقدر يتعامل مع كل واحدة فيهم لوحدها باقل طاقة ممكن، من غير ما يضطر يغير حالة القصور الذاتي دي، من غير ما يضطر يكسرها ويعمل تغيير ضخم او جذري يغير نمط حياته. كل ده طبعا بيحصل بشكل غير واعي، بمعنى ان انت وانا وكل الناس ما بناخدش قرار فعلي اننا ننكر الحاله اللي قدامنا او نجزئها او نخففها او ندور على حاله اسوا منها عشان نقلل من اثرها. في اغلب الحالات ما لم نكن مختلين يعني، ده بيحصل تلقائيا في امخاخنا وكيمياء جسمنا من غير قرار فعلي مننا. دي من اكبر مقاسي الانسان عموما عبر التاريخ، انه طول الوقت في صراع مع نفسه، واعداء الانسان من الانسان أدركوا المسألة دي، ولذلك هم طول الوقت بيحاولوا يحولوا كل مصيبة كبيرة لمصايب صغيرة متفرقة. كلمة السر هنا هي التدريج، لأنه نتيجة لكل ما سبق الإنسان بيتقبل أي مصيبة، أي مصيبة حرفيا مهما كانت مغلة في الإجرام والوحشية والشيطانية، مادام حصلت بالتدريج، مادام حصلت ببطء وصبر وتخطيط بعيد، مادام بتنزله من على السلم خطوة خطوة، فتخليه لما يقارن الماضي والحاضر كل مرة يحس ان الفرق مش كبير قوي يعني. بس العبارة دي مربكة شوية برضو يعني، ما هو في حالات كتير ما بيبقاش فرق كبير قوي فعلا، وبعدين التسامح مع الفروقات اللي مش كبيرة قوي دي مطلوب برضو عشان الحياة تستمر، مش هنقف لبعض على الوحدة يعني. فامتى يبقى قصور ذاتي وامتى يبقى تسامح؟ بسيطة، لو كل الفروقات اللي مش كبيرة قوي دي في اتجاه واحد وكل تغيير بسيط بينزلك لتحت دايما ما بقاش تسامح، خاصة ان التسامح والعفو
يتطلب الحرية أصلا. يعني لازم عشان تقول أنا عفوت عن فلان أو سامحت فلان تكون الأول قادر أنك تعمل العكس. بالتالي يبقى التسامح والعفو هنا اختيار من عدة اختيارات، مش الاختيار الوحيد، لأنه مفيش حاجة اسمها الاختيار الوحيد أصلا. دي حاجة عاملة كده زي أنك تقول مياه جافة. ولأن اللي احنا بنعمله تجاه القضية وقضايا تانية كتير من عقود، مش تسامح طبعا، بل استسلام تام لقوة القصور الذاتي الكاسحة دي، استسلام تام للاواعي. فالنتيجة انه مبقاش عندنا وعي، مبقاش عندنا مقاومة حقيقية مستمرة للقوة دي، مقاومة للنفس الأمارة بالسوء مذكورة في كل الأديان. وده انعكس على تصرفاتنا تجاه الإنجازات كمان. القصور الذاتي مش بس بيهبطنا تجاه المصايب والمآسي، ده كمان بيحسسنا انه أي سلمة لفوق مش فرق كبير قوي برضه. بالتالي السلمة اللي فوق دي مهاش مستاهلة تغيير أو مجهود. حط بقى الاتنين على بعض تكتشف انه مفيش طلوع لفوق، في نزول بس، اللي هو ببساطة اللي بيحصل بقاله زمن. ده الهاك اللي اكتشفه اعداء الانسان، انك لو عودت الانسان على التدريج لتحت هو تلقائيا هيقاوم التدريج لفوق كمان، وبالتالي كل خطوه لقدام هتبقى بالنسبه لك غير مهمه، غير مؤثره. هتبقى مستعد تتقبل النزول من هنا لهنا مدام بالتدريج، بس مش مستعد تتقبل الطلوع من هنا برضو لهنا الا لو كان مره واحده. فالنتيجه ان الاولانيه بتحصل طول الوقت، الثانيه ما بتحصلش ابدا، فانت طول الوقت بتنزل بس. قوه القصور الذاتي دي او النفس الاماره بالسوء هي القوة اللي الإنسان بيبقى إنسان لما يقرر يقاومها، وهو ده اللي عمله كل من نادي قطر القطر وأوليجير والأربع خمس تنفار اللي فضلوا 5 سنين يقفوا قدام فروع بوما، والمواطنين النيوزيلنديين العواجيز والشباب المالديفيين قاوموا القوة الكاسحة دي بقوة أكبر منها. كتير مننا بيبص لهم على أنهم ضعفاء وبلا تأثير، لكن الحقيقة الفعلية أنهم أقوى بكتير ما أي حد فينا يقدر يتخيل. وده يوصلنا للحاجة التانية اللي أدركتها. أنا أدركت أني لما كنت بقول زي ناس كتير وإيه يعني كذا وإيه يعني كذا وده غير إيه وده عمل إيه وده أنجز إيه، أني كنت بقيس الأمور بالمقياس الحضاري الغربي، كنت بقيس الأمور بالمكسب والخسارة، ده يساوي كام وهيكسبني أو يكسب قضيتي كام، اديني رقم، اديني معادلة، اديني نتيجة مادية ملموسة. 4 تنفار قدام 10 فروع بوما لمدة 5 سنين يساوي انهاء تعاقد. ولو ده مش موجود فالتصرفات الصغيرة المتراكمة اللي اتقالت في الحلقة دي كنت هبص لكل واحد فيها لوحده واهدمه، بدل ما ابص لهم على بعض وابني عليهم. والمنطق ده هيوصلني لحتة صعبة قوي، هبقى ابص للناس دي اللي واقفة على انها مجرد ارقام، وبالتالي هبقى ابص للضحايا والقتلى كمان على انهم مجرد ارقام، وهمسك بقى الآلة الحاسبة واقول اه والله المقاطعة عملت كذا وكذا بس في كذا وكذا اتقتل يبقى النتيجة كذا. لا كده خسرانه معانا، منطق حقير قوي. المنطق ده هو اللي وصل الانسانيه بقى كلها للوضع الحالي اللي احنا فيه ده. بينما المعيار الاساسي اللي هيعرفنا ان كنا هنبقى من 4 5 انفار اللي واقفين قدام الفروع دول ولا لا هو عداله القضيه. لو مش هنساند القضايا العادله عشان حاسين او شايفين انها هتخسر وهنبقى مع الكسبان بس طول الوقت او اللي شكله كده هيكسب، ومش هننضم لاي حاجه ولا هنقاوم نفسنا الا لو كل الناس هتنضم معانا وهتقاوم نفسها معانا، يبقى احنا بداهه كده بنقول ان احنا مش مهمين وتافهين وبلا قيمة، بنحتقر نفسنا، بينما كلنا عارفين مين الأولى بالاحتقار ده. الضعيف مش حقير، والإنسان ما بيبقاش حقير لما يستضعف من غيره، بيبقى حقير لما يستضعف نفسه أو غيره. شوفك الحلقة الجاية، سلام عليكم.